بالنسبة لموضوع قيادة المرأة للسيارة، أخذ حجما أكبر مما يستحق بكثير، بل أخذ بعدا عالميا، يعني لدرجة أن هذا الموضوع يطرح في المحافل الدولية وتستخدم كورقة ضغط ضد المسلمين، بل وجعلت صورة من صور امتهان الإسلام للمرأة، ووضع هو وكثير من الأمور في حزمة واحدة من الأمور المحرمة شرعا بالنص. فهذا الأمر سأني جدا، وهذا الأمر لا يتعلق بإخواننا في السعودية، الموضوع يمس الجميع لأنه متعلق بأمر ديني، ليس أمر شأن داخلي بل أمر ديني، ونحن كلنا مسلمون وهذا الأمر يعنينا جميعا. ولا يأتي شخص ويقول لا والله هذا كلام علماءنا، لا، هو لا يتكلم باسم السعودية إخواننا هناك، لا، ويتكلم باسم الدين والدين للجميع. وهب أننا في الكويت مثلا كان هناك مخالفة، لا نمنع إخواننا من الدول الأخرى أن ينصحونا ويبدوا آراءهم وتوجيهاتهم، لا مانع. أما الإنسان الذي يعني يشعر بضغينة في قلبه وعصبية نتنة، فليحتفظ بنتن هذه العصبية لنفسه، ولا يصدرها لغيره، ولا ينصب نفسه الناطق الرسمي باسم المملكة ولا باسم الكويت ولا باسم أي دولة أخرى. نحن إخوة متحابون على الرغم من كل السفهاء الذين يحاولون أن يفسدوا هذه العلاقة بيننا، وهيهات. الحب الذي بيننا هو حب لله وفي الله. وأنا عشت في السعودية سنين، يعني رأيت هذا الشعب عن كثب، وتربطني بهم علاقة، بكثير منهم علاقة أخوية رائعة جدا جدا، ومحبة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني عندما درست طلبت العلم عند الشيخ بن عثيمين وحفظت القرآن في المدينة في سنة 96، رأيت هذا الكلام قبل الأسر، رأيت طبيعة هذا الشعب الطيبة، رأيت الفطرة السليمة، رأيت حب الدين. فهؤلاء إخواني، والسعوديات أخواتي، ويهمني شأن إخواني وأخواتي هناك كما يهمني شأن كل مسلم ومسلمة في كل بقاع العالم. وعلى الرغم من خلافي مع بعض من يقول بحرمة قيادة المرأة للسيارة، تربطني ببعض هؤلاء علاقة أخوية رائعة جدا، لكن هناك أناس يتاجرون باسم الله في هذه المسألة، وهناك أناس يتناقضون، وهذا التناقض يؤدي إلى فتنة الناس في دينه. يعني من غير المعقول أن يكون بالأمس قبل قرار يحرم قيادة المرأة، وبعد أن يأتي القرار يجيز. قبل القرار يقول هذا الأمر باب شر عظيم جدا على المجتمع، وبعد القرار يقول هذا قرار حكيم وستكون هناك منفعة كبيرة. هذه متاجرة باسم الدين، وهذه المتاجرة يجب أن ينكرها أهل الدين أنفسهم، ولا ينتظر العلمانيين أن ينكروها. كثير من الناس مع الأسف الشديد يقدس رجال الدين. نحن حقيقة أمام تحدي، التحدي هو أننا نجد من الناس من لا يبالي بالدين وأهله، وغير مقتنع أصلا بالدين، وغير مقتنع بهذه الأمور جملة وتفصيلا. وهناك صنف آخر على النقيض من ذلك، يقدس رجال الدين، يضفي عليهم هالة نورانية وهمية في مخيلته هو. هذا التقديس من أسباب الإلحاد. هؤلاء مع الأسف الشديد يهمهم الشخص أكثر من الدين، وإن كان تصرف هذا الشخص المنتسب للعلم الشرعي قد يؤدي إلى فتنة الناس في دينهم، غير مهم بالنسبة له. بعض الجهال مو مهم، المهم ألا تتكلم عن هذا العالم الجليل، عن هذا العلامة، تأتي تناقشه وتقول له يا أخي الموضوع ليس موضوع أشخاص، العلم الشرعي ليس متعلق بشخص، متعلق بنص، وفرق بين النص والشخص. يقول لك لا، أنت أفهم أم هذا العالم؟ يا أخي هبني، لا أعرف ألف أبجديات العلم الشرعي. يا أخي ناقش جاهل مثلي، اجعل هذا العالم يناقش جاهل مثلي، أنا لا أفهم شيئا، أنا لا أحفظ شيئا من القرآن، لا أفهم شيئا من العلم الشرعي، ناقشني يا أخي، ناقشني بالنص.
يا أخي إذا كنت أن تعطل عقلك تماما وترضى أن تكون عبدا لشخص هذا شأنك، لكن لن نسمح لك أن تصور الدين بهذه الصورة، لن نسمح لك. أنت الآن تشوه الدين، تقديسك لهؤلاء المتناقضون المتلونون كالحربة يشوه الدين. يا أخي يا أخي، مو معقول بالأمس يصدر فتوى في تحريم قيادة المرأة للسيارة واليوم يمسحها من السوشيال ميديا، مسحت الفتوى بطرفة عين. يا أخي ألا تظن أن هذه التصرفات تشكك الناس في دينهم؟ لا يا أخي، الشافعي عنده مذهب قديم ومذهب جديد، مذهب قديم ومذهب جديد على اعتبار فهمه للنص الشرعي وليس على اعتبار الرأي السياسي السائد.